بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا شرحنا المرة اللي فاتت الـ first come first serve مع الـ burst time. المرة دي بقى هنشرح في وجود الـ arrival time. طيب يعني ايه الـ arrival time؟ يعني زمن الوصول. نقرأ المسألة، طبعا نفس المسألة اللي فاتت draw jump chart and calculate the average waiting time. طيب arrival time كان 0، احنا قلنا طالما arrival time 0 يبقى البروسيس ما خدتش وقت وبعدين وصلت. طيب يعني B1 هي اول واحدة هتخش عشان البروسيس، عشان arrival time بتاعها 0، وقت وصولها 0، ما خدتش وقت وبعدين وصلت، فعشان كده B1 خشت. طيب هتاخد الـ20 بتاعها كاملة يا ترى؟ طيب احنا قلنا من first come first serve number empty، وقلنا يعني ايه number empty؟ يعني ايه؟ يعني البروسيس اللي هتخش مش هتخش كمان مرة، هتخلص البيرست تايم بتاعها كامل، الوقت اللي هتقعده في السي بي يو. اذا دي هتخلص الوقت بتاعها كامل. طيب بي 3 اللي خش بعد كده، طب ازاي؟ احنا قلنا هنا ماشيين حسب زمن الوصول. اللي قدامنا ده تايمر، يعني ايه تايمر؟ يعني بيمشي 1 2 3 4. طب طالما وصل 20 معنى كده ان كل ده وصل، كل ده وصل B1 وB2 B3 وB4. طيب الـ arrival time بقى بتاعهم هو اللي هيحدد، لان احنا قلنا الـ first come first serve، اول واحد وصل هو اول واحد هيتخدم. طيب تاني واحد وصل كان عند 2 اللي هي الـ B3، هتاخد الـ 4 بتوعها كاملين. طب هنكتب هنا 4؟ لا، هنكتب 20 زائد 4 زي ما قلنا في المرة اللي فاتت، يبقى 24. وبعدها طبعا الـ B2 خدت 3 ثواني، يعني هي الأقل في زمن الوصول، فهتخش بالـ 12 بتوعها، يبقى 24 زائد 12 ما ننساش 36. وهكذا الـ B4 هتاخد 9 زائد 36 هيطلع 45. الـ waiting time هنا بقى الـ B1 طبعا احنا قلنا ما خدتش وقت فزيرو، وما تنساش الملي سكند. البي 2 انا طبعا هنا ماشيها بالترتيب، بي 2 الويتنج تايم بتاعها 24. طيب الارايفل تايم بتاعها كان كام؟ احنا قلنا البي 2 الويتنج تايم بتاعها 24، الارايفل تايم بتاعها كان 5. طيب هو احنا هنا بنحسب الويتنج تايم، الوقت اللي استنيته البروسيس في السي بي يو، هي اصلا وصلت امتى عشان احسب لها الوقت اللي استنيته؟ مش ده لازم نعرفه؟ وصلت عند الوقت كام؟ عند الوقت 3. هو احنا نقدر نحسب الوقت اللي استنيته من غير ما نعرف زمن وصولها؟ ما ينفعش، لازم نبقى عارفين زمن وصولها. يبقى هي استنت 24 ناقص الزمن اللي وصلت فيه اللي هو 3، 21. يبقى الناتج بتاعهم يعني 21. وبعدين البي 3، البي 3 استنت قد ايه في السي بي يو؟ 20. طب الـ arrival time بتاعها كان كام؟ الـ B3 arrival بتاعها كان 2، يبقى 20 ناقص الوقت اللي وصلت فيه، يبقى 20 ناقص 2 هيساوي 18. وكذلك الـ B4 waiting time بتاعها 36، يبقى 36 ناقص الـ arrival time اللي هو كان 5، تبقى 31. طيب الـ average waiting time طبعا احنا عارفينه، هنجمع العناصر على عددهم ايا كان بقى الناتج. average turn around time وقت الدورة كاملة. هنا الـ B1 خلصت الـ burst time أو الوقت اللي هتقعده في الـ CPU كام؟ 20. خلصت المهمة بتاعتها في 20 ملي سكند، هو ده الـ turn around time، الوقت اللي خلصت فيه البروسيس عملها اللي هو 20 ملي سكند. طيب 20 ناقص الوقت أصلا اللي وصلت فيه، يبقى 20 ناقص 0. تمام، ده البي 1. طب البي 2، البي 2 احنا قعدت هنا كام؟ 36 لغايه ما خلصت الشغل بتاعها، ناقص الارايفل تايم اصلا اللي وصلت فيه اللي هو 3. وهكذا البي 3 24 ناقص الارايفل تايم اللي هو 2، وهكذا البي 4 على عددهم طبعا، لان احنا هنا بنحسب الافرج ترن اراوند تايم، هنقسم على 4 والناتج اللي يطلع بقى مش مهم، المهم ان الفكرة وصلت.
أتمنى ما أكونش طولت عليكم ويكون الدرس سهل إن شاء الله. سلام عليكم.